مرحبا بكم متابعي أصوات مغاربية في حلقة جديدة من 5 في 5. والبداية بصورة الحدث لعناق اللاعبين الجزائري يوسف بلايلي والمغربي محمد الماهيري خلال ديربي المغاربي الأخير في كأس العرب، واللي تفاعل معها العديد من مستخدمين منصات اجتماعية في البلدين، واعتبروا في تدويناتهم أن الروح الرياضية كانت العنوان الأبرز لهذه القمة الكروية، وأن الرياضة أصلحت ما أفسدته السياسة. وفي هذا الصدد قال الروائي الجزائري وسيم الأعرج إن هذه المباراة درس في وقته، وأضاف أنه على مدى 120 دقيقة كانت مباراة عالية مستوى، وخاطب الفريقين بالقول: لقد أعطيتمانا درسا في الحب والاحترام والاحترافية وفي ثقافة التآخي والشجاعة. وإليكم أبرز تعليقات السوشيال ميديا على صورة بلايلي والنهيري. ومن الرياضة إلى الثقافة وكتاب الإبادة الجماعية في ليبيا اللي صدر مؤخراً للباحث الليبي علي عبد اللطيف حميدة، حيث كشف فيه عن أعمال وحشية يرتكبها النظام الفاشي في إيطاليا خلال حقبة الاستعمار ترقى إلى جرائم الإبادة ضد الشعب الليبي اللي كيحتفل في 24 من ديسمبر القادم بالذكرى 70 للاستقلال. وتحدث حميدة اللي كيدرس تاريخ الكولونيالية بجامعة نيو إنجلند الأمريكية على ما يصفه بالتاريخ الخفي للاستعمار الإيطالي لليبيا، وكيفاش استطاعت روما إخفاء أرشيف تلك الحقبة. وفي المغرب أعلنت النيابة العامة مؤخراً على تسجيل 126 قضية إرهابية خلال عام 2020، جرى خلالها مثول 165 شخص أمام القضاء. وأفادت النيابة في تقرير حصيلة العام الماضي بأن عدد هذه القضايا عرف تراجع خلال عام 2020 بنسبة 60% مقارنة مع أكثر من 300 قضية خلال 2019. المصدر ذاته أوضح أن عدد من مثلوا أمام القضاء في قضايا إرهاب خلال 2020 24 منهم اتخذ حقهم قرار الحفظ و18 مازالين في طور البحث. وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع خلال 2020 كيجي بسبب الاندحار اللي عرفته التنظيمات الإرهابية على المستوى الوطني والدولي. وإلى تونس اللي أثارت فيها مداخلة هاتفية في برنامج اجتماعي براديو موزايك التونسي جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مضامينها اللي وصفت بالعنصرية والمحرضة على أحياء الصراعات القبلية. وقالت المتدخلة اللي اسمها أحلام في برنامج فورم موزايك إنها ما تقبلش بمصاهرة أشخاص من خارج أبواب العاصمة، في إشارة إلى السكان القاطنين داخل الأسوار التاريخية للعاصمة تونس. أحلام وجهت اتهامات للمنتسبين لقبائل ومناطق خارج العاصمة تونس على غرار محافظة جندوبة بالشمال الغربي، وأكدت أنها غادي تقاطع ابنها في حالة اختار الزواج بفتاة من أي جهة أخرى، وقالت إن هذا الرأي منتشر وكيتم تداوله في السر. وندد نشطاء بمضامين هذا التدخل اللي وصفوه بالعنصري والمتعارض مع قيم الاختلاف والتعايش والمساواة. في الزواج بالنسبة ليك كل واحد يخلو من منطقة حتى من الواقع. والله العظيم والله العظيم خالد والله العظيم لازم يغشك، لازم عنده فازع يعمل هيك جنبوبي يا غربة عمر. لا 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 أحلام، لا لا أحلام، ما نسميوش الجهات، نحترموا الناس عادي. أنا كل الجهات أنا قلت ميسيرش أحلام، نحترموا بعضنا. عاد الاحتفاء بمدائن التراث إلى مدينة وادان بولاية أدرار شمال موريتانيا من خلال مهرجانها السنوي اللي ترأس انطلاقته هذه السنة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إذ قال في تدوين على تويتر: نريد للمهرجان أن يكون مناسبة تنموية تنعكس على حياة السكان وتعزز مكانة مدننا التاريخية. وكان الرئيس مرفوق بعشرة وزراء وعدد من كبار المسؤولين ووفد من رجال الأعمال، وحضر كذلك سياسيون معارضون حفل الافتتاح. وغادي يعرف هذا الملتقى الكبير حضور أكثر من 3000 مدعو من داخل وخارج موريتانيا، بينهم مثقفون ومفكرون وفنانون. وبالمناسبة قررت الحكومة الموريتانية هذا العام ولأول مرة ضخ 3 المليارات أوقية لتطوير البنى الخدمية في مدينة وادان. كانت هذه مواضيع هذه الحلقة من 5 في 5. إلى اللقاء.